النهارده الصبح عادت فرقتنا، فرقه رجال كره السله، الى ارض الوطن قادمه من رواندا على رحله في ميعاد 12:05 بالظبط. الطائره يعني هبطت في مطار القاهره. الحقيقه الفرقه يعني امبارح فازت في مباراه رائعه، مباراه يعني ما كانش فيها شد عصبي كتير، التالت والرابع كان مباراه مريحه لينا جدا جدا جدا. يعني فرق كبير عن بطل يعني مالي او الملعب او الجمارك، فريق الجمارك المالي وفريق كبير جدا الحقيقه، وفرقتنا امبارح ادت مباراه كبيره جدا، خاصه الحقيقه اموت اللاعب اللي انتم شايفينه في الصوره، وايضا تومسون الحقيقه اللي كمان ادى مباراه رائعه خاصه في الشوط الرابع، اللي طبعا التيمبو كان بتاع المباراه كان يعني زي ما بيقولوا بلغه الباسكت قتل التيمبو لما ريحنا بشكل كبير في الكوارتر الرابع. النهارده في بعد ما يعني نزلت الطياره كان كابتن محمود الخطيب في يعني اولى المستقبلين لهذا الفريق، وده طبعا مش غريب على كابتن محمود الخطيب، يعني تواجد في صاله الوصول، والنادي الاهلي طبعا اعلن عن استقبال كابتن الخطيب. الخطيب يستقبل ابطال افريقيا. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على استقبال بعثه الفريق الاول لكره السله رجال فور وصولها الى مطار القاهره قادمه من رواندا عقب الفوز ببطوله افريقيا للانديه باسكت بول افريكان ليج في نسختها الثالثه، والتاهل الى كاس العالم للانديه ابطال القارات. رافقه كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي امين الصندوق، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي. واثنى رئيس الاهلي على الاداء المتميز الذي قدمه جميع عناصر الفريق على مدار مباريات البطوله وصولا الى النهائي والتتويج باللقب الافريقي عن جداره واستحقاق. واشاد الخطيب بالروح العاليه للاعبين واسرارهم على الفوز واسعاد جماهير الاهلي، مؤكدا انهم قدموا صوره مشرفه للنادي. ووجه رئيس الاهلي الشكر الى كافه عناصر الفريق، مشددا على ان التتويج بلقب البطوله الافريقيه للانديه يحمل الجميع المسؤوليه الاستمرار في بذل المزيد من الجهد وتقديم مستوى متميز وتحقيق افضل النتائج في ظل التحديات التي تنتظر الفريق خلال المرحله المقبله. ده كان اعلان الحقيقه النادي النهارده عن استقبال كابتن محمود الخطيب. خليني اقول لكم على التفاصيل، يعني انا شرفت ان كنت موجود الحقيقه او حضرت استقبال الفريق كواحد محب للفريق، وايضا يعني كنت حاسس ان مهم جدا ان الواحد يعني يحضر الفرحه دي، وشفنا طبعا يعني فرحه اللاعبين. ولكن اللي عايز اقوله ان الحقيقه النهارده فرحه كابتن محمود الخطيب بهذه البطوله كانت فرحه كبيره جدا الحقيقه. وكابتن محمود الخطيب النهارده انت عندك ثلاث فرق لعبت السنه دي كره القدم، لعبت بطوله العالم في بدايه السنه، عندك ايضا فريق كره السله هيلعب في نهايه السنه ان شاء الله بطوله العالم، وايضا في شهر 10 القادم او شهر 11 كره اليد هتلعب بطوله العالم، عندك ثلاث فرق جماعيه لعبوا بطوله العالم في انجاز كبير الحقيقه ما اتحققش قبل كده. النهارده لو تشوف كابتن محمود الخطيب واعضاء المجلس بالكامل سواء كابتن عمرو فاروق او كابتن مرتجي او حتى كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، فرحه مشجعين مش فرحه مسؤولين ابدا. النهارده حسينا قد ايه الفرحه على يعني بتملا وجه الكابتن محمود الخطيب بهذا الانتصار الكبير. والحقيقه النهارده شفت كمان اللاعبين مش مصدقين، انا كانت هتدار بيني وبين ايهاب امين الحقيقه حوار، فسالته قلت له البطوله كانت صعبه، قال لي اه فعلا البطوله كانت صعبه يا كابتن، وقال لي كمان ان الموسم طويل، انا حسيته وهو بيقولها ان هو فعلا حاسس باجهاد. قلت له طب رايح يا بطل عندك فتره كبيره؟ قال لي لا عندنا كاس العالم، انا يمكن هنتجمع 1/7 عندي فتره ان انا افصل شويه. قلت له طب انت يعني الفرقه يعني عملتوا ايه في الماتشات والدنيا كانت ماشيه ازاي؟ قال لي لعيبه رجاله، قال لي الجيل ده لعيبه رجاله الحقيقه، وقال لي ان الجيل ده مش محتاج حد يقول له حاجه، اللعيبه في الملعب كل واحد عارف هو بيعمل ايه وكل واحد بيتفانى في المكسب. ولكن نرجع هنا لقائد الدفه هو مستر اجوستي بوش الحقيقه، اللي كان ليه دور كبير جدا واللي بنشيد بيه. مستر اجوستي بوش عامل الحقيقه يعني مش انا اللي بقول ارقام والبطولات والنجاحات، كم فاينل وصل وكسبه وكم فاينل استطاع يفوز، يعني البطوله العربيه فقط وكانت بفعل فاعل، هو نفسه اللي قال كده ان احنا خسرنا بفعل فاعل، ولكن كل البطولات اللي دخلها الحقيقه كان ادى اداء كويس في كل الفاينل ما عدا السنه دي كاس السوبر، واللي في نص المباراه حصلت الاحداث وتنازل النادي الاهلي عن هذه البطوله نادي الاتحاد السكندري طبعا حرصا منه على سلامه جماهير نادي الاتحاد، او يعني كانت الظروف ما تسمحش ان المباراه تستكمل، وده مش الغريب عن النادي الاهلي. ولكن البطولات اللي بعد كده فاز بيها فريق الرجال. النهارده الاستقبال كان رائع، كان موجودين طبعا مجلس الاداره، وكان طبعا الدكتور سراج رئيس البعثه موجود من المجلس، يعني كان في غير كابتن الخطيب ثلاثه من اعضاء المجلس موجودين، كان الحقيقه استقبال رائع واللعيبه فرحت بيه كثيرا. وعايز اقول ان يعني خلاص الموسم انتهى، ولكن الاستعدادات ودعم الاداره مستمر، واللي انا عارفه ان في نقاشات جانبيه مع النشاط الرياضي ورؤساء الاجهزه والمديرين الفنيين عشان الدعم، سواء دعم بالامكانيات او دعم باللاعبين او دعم بالمعسكرات الخارجيه، ده اللي هنشوفه ان شاء الله
في الشهرين ثلاثة القادمين، وده مش غريب على النادي الأهلي، بيخلص بطولة يخش على بطولة، وأكيد طبعا حضور كابتن محمود الخطيب النهارده ده أكبر تكريم لهذا الفريق.